عقب انتهاء مباراة المصري والإسماعيلي والتي انتهت بفوز النادي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، معي المدير الفني الكفء والقدير بالطبع كابتن إيهاب جلال. كابتن إيهاب، بنقول لحضرتك ألف مبروك، أداء المصري كان أكثر من رائع النهاردة. والله الحمد لله، اللعيبة كان رجالة وتوفي ربنا أهم حاجة بصراحة، هدفي ربنا انه كرمنا في ماتش صعبنا على نفسنا شويه بعد الهدف الثاني، لكن اللعيبه كانوا رجاله طول الشوط الثاني، وضعنا برضو عدد من الفرص ودي حاجه جيده، ولعبنا بطريقه تناسب الحمد لله، كانوا يعني اول مره يلعب فيها بعض اللعيبه زي بهاء، وكان يعني مؤدي اداء جيد جدا هو وبقيه اللعيبه. يعني بالنسبه لعمليه الروتيشن اللي الكابتن ايهاب جلال بيعملها، شفنا سعيد وسنبوري بيلعب في مركز المساك اجاد، اجاده تامه، بيلعب صانع لعب اصبح مساك رائع واحرز هدفين بالطبع. والله احنا عندنا قلنا العدد في المساك فيه بعض المشاكل، لكن سعيد لعيب كبير، وانا كلمته في اول الموسم قلت له هنحتاجك في كتير من الوقت في بطوله افريقيا خصوصا، وبعدين في الدوري ان احنا في بعض الاوقات ما نخسره شويه في نص الملعب، انما هيلعب يعني مساك، وكان هو لعيب محترف كان قابل الكلام وتحضر وشغال كويس قوي ما شاء الله، واحنا عندنا لعيبه اسلام الماتش اللي فات، وطبعا من يومين ما نقدرش نلعب تاني 90 دقيقه، والحمد لله غيرنا له اربع لعيبه غير اللعيبه الجداد، والحمد لله يعني ادوا اداء كبير النهارده.